ليه وانا بعمل دايت بحس بالجوع؟ خلينا نتفق ان عمليه التحكم في الجوع وعمليه احساسك بالشبع هي الحجر الاساسي في رحله نجاحك في الدايت. انك تنجح في الدايت هو اساسه، خصوصا لو انت عاوز تخس او عاوز تخسر اكبر كم من الدهون او الوزن من جسمك. اهم حاجه تعملها انك لازم دايما تكون شبعان. طول ما انت شبعان طول ما انت هتقدر تستمر وتتحسن في الدايت بتاعك. ازاي بقى اتحكم في الجوع وازاي احس بالشبع بشكل كبير؟ هي انك تخلي دايما معدتك مليانه. معده الانسان عامله زي الكوره، اول لما الكوره دي تنكمش او تفضى بتبدا يطلع منها هرمونات الجوع تروح على المخ تقول لك يلا انا جعان يلا كل. طب اعمل ايه؟ كده كده لازم تحس بالجوع على مدار اليوم، ولكن احنا عاوزين نقلل من كميات اكلنا. لما اجي احس بالجوع اعمل ايه؟ اشرب الاول ميه قبل ما ابدا الاكل. الميه بدل ما الكوره دي عامله كده، الميه هتخليها فتحت شويه فاكملت شويه. ثم الوجبه بتاعتك يكون فيها الخضروات بشكل اساسي، سواء طبق سلطه او طبق سوتيه، لازم يكون كم الخضار موجود بشكل اساسي. الخضار ده هو الحاجه اللي هتملى معدتك بشكل كبير. تيجي تاخد بقى عنصر النشويات او عنصر البروتين بتاعك مع الخضار الكبيره دي، هتلاقي معدتك بقت مليانه واحساسك بالشبع بدا وهرمونات الشبع بدات تتفرز في جسمك. فملخص عمليه الاحساس بالشبع او تحسين الاحساس بالشبع هو انك لازم تهتم بحجم الوجبه بتاعتك. حجم الوجبه بتاعتك ده يكون جاي منين؟ جاي في الاساس من الخضروات، سواء سلطه او سوتيه او ايا كان شكل الخضروات بتاعتك.